انتشر لك مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عن زواجك من 53 سيدة. نعم. هل هذا المقطع وانتشاره أزعجك ولا وش كانت مشاعرك وقتها؟ اللي حصل أنه كنا نسولف ونمزح مع الربع والزملاء والأصدقاء في بيت شخص من الزملاء. أيه. وسار الحديث وقالوا بنصورك، قلت ما يخالف عادي. أيه. وسار الانتشار هذا، حقيقة ما أزعجني من ناحية، ما أزعجني. ولكن جت فيه بعض الردود اللي هي اللي أزعجت، مسيئة شوية. وهذا شيء ما أدري إيش أقول عن الناس. طيب بس أنت تزوجت فعليا 53؟ نعم نعم صحيح، تزوجت 53 مرأة. طبعا على فترات. إيه. أنا أول زواجي تزوجت وعمري 20 سنة. والآن كم عمرك؟ والآن عمري 63. متى كانت المرة الأولى اللي قررت تتزوج على زوجتك الأولى؟ والله كان أول شيء ما كان لي قرار مبدئيا أني أتزوج، يعني مو حاط في بالك؟ لا. أوكي. الزوجة الأولى خلفت وعندي أطفال والحمد لله ومرتاح. إيه. ولكن مضت أيام لابد ما يخلو البيت من مشاكل، بعض المشاكل. أوكي. فقررت أني أتزوج لراحتي. وتزوجت الثانية. كيف بلغت الأولى أنك تزوجت؟ والله بلغتها على طول. أيه. من البداية، من قبل أتزوج بلغتها أني رايح أخطب وأتزوج. وزعلت؟ طبعا ما في حرمة ما بتزعل. أوكي. شيء أكيد. ولكن هذا قضاء الله وقدره. حلو. اللي حاصل. أي يعني متى كان عمرك كم؟ والله عمري ذاك الوقت 23 سنة. يعني بعد 3 سنوات من زواجك الأول. 3 سنوات من الزواج الأول. وش اللي يفرق من النساء علشان أنت وصلت للرقم 53؟ وش الفرق بينهم؟ ما في فرق. ولكن لما تزوجت الثانية الأولى ضجرت وزعلت. أيه. وقلت إن شاء الله الثانية تصير أعقل من الأولى. أيه. وعلما أن عندها أطفال. فلما تزوجت الثانية صارت بينها وبين الأولى مشكلة، وأنا ما تزوجت على أساس نية المتعة أو نية شيء آخر، لا والله أنا أتزوج على أساس أني أستقر. فحصل بينها وبين الأولى مشكلة وطلقت الثانية. ما طلقت أحد إلى هالحين. لسه. أوكي. إلى هالحين. تزوجت الثالثة. أوكي. لما تزوجت الثالثة اجتمعوا الثنتين على عليك، على الأخيرة. افتكرت عليك. أوكي. وصار اللي صار. إيه؟ عاد استمريت في هالوضع. طيب ولما تزوجت الرابعة خلاص ما يحلك الشر، تزوج خامسة ما يزهل. أيه. ما يصير. بس طلقت أكيد واحدة. طلقتها. من؟ طلقت الأولى. الأولى طلقتها. والثانية خليت مكانين فارغين. خليت الثالثة. خليت الثالثة والرابعة. والرابعة. وبعدين؟ وبعدين لما نحسوا ان الثنتين ذولاك راحوا. ايه. بدأوا الثنتين هذولا يخافوا. لا. ها. ضد بعض. اوكي. وحصل اللي صار، والثالثة طلقتها، بقت الرابعة. توحدت الوحدة وقالت انا خلاص، خلاص للحين انا اللي السيدة الاولى، السيدة الاولى وماسكة الرجال ولا بيسوي شيء. ايه. وكل انسان يبحث عن المرأة اللي تسعده في حياته وفي بيته. فهذا اللي خلاني أعدد بالعدد هذا وأوصل للعدد هذا. طيب بعدين طلقت الرابعة ولا خليتها؟ لا طلقتها وتزوجت غيرها. تزوجت غيرهم. ايه؟ 4 يعني. أنت هل في حياتك يعني مدة طويلة تستقر على 4 ولا لا ممكن تتزوج واحدة وتستقر على واحدة؟ ممكن أتزوج واحدة واستقر. ايه؟ وكل إنسان كل رجل في العالم يتمنى مرأة لوحدة. ايه؟ ويستمر معها في الحياة كلها. هل أنت كنت عادل ما بين زوجاتك؟ أنا والله إن شاء الله ما بقول والله على الكلام هذا، لكن إن شاء الله إني كنت عادل. أول زواج لك كانت زوجتك كم كان عمرها؟ 26. من عمرك؟ الأولى. الأولى أكبر مني. كانت أكبر منك. وبعدين صرت تتزوج. صرت أتزوج. تزوجت وحدة صغيرة وأنت عمرك كبير؟ لا، والاستقرار ما تجده في الصغيرة، تجده في الكبيرة. الحين لما أنت تزوجت رقم 52
53 دقيقة لا 52 كيف فتحت اللي 53 ان انا بتزوج عليك والله ولا طلقتها معروف انا شوفي انا كنت اعمل في عمل خاص ايه اول شيء ثاني شيء كنت اسافر خارج المملكة يعني مو كلهم سعوديات اغلبهم سعوديات اوكي اغلبهم سعوديات لكن عدد قليل يعني ايه فكنت اسافر خارج المملكة 3 شهور 4 شهور شهرين فعفت اللي نفسي إيه؟ أتزوج والزواج يعني تتزوجها وتجيبها معك ولا تتزوجها بزواج آخر لو لا أتزوجها بنية زواج صحيح وش توجه رسالة للي تكره التعدد للمرأة اللي تكره التعدد رجل إيه؟ يبغى التعدد من لا شيء يعني يبغى يحط له حرمتين ثلاث في البيت إيه؟ وهذا غلط تبقى يسمع نصيحتك؟ والله لأنك معدد والله ممكن لا صح؟ ممكن لا ما ممكن يعني يقول وش معنى أنت جربت وجربوا زيك أنا جربت أول شيء ما جربت والله كذا عبث لا أبغى الاستقرار ما وجدته الله رزقني بنت الحلال اللي فهمتني وفاهمها و موجودة عندي الآن في بيتي. خلاص هي الوحيدة اللي عندك. هي الوحيدة الآن نعم. الوحيدة. الحين واحدة عندك بس. واحدة. ما مو ناوي تعدد تصير 54 لا 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 ولا يمكن. بعد هذه. والله خلاص. خلاص. طيب في مواقف من النساء اللي طلقتهم هذول ال 52 مواقف جيدة ما تنساها لهم. مثلا أمثلة يعني. والله ما مر علي موقف لهم طيب. نعم 52 ولا موقف طيب ولا موقف من ضمنهم واحدة هذه الإنسانة كان بيني وبينها بيت إيه؟ مشترك بداية الأمر إيه؟ واشترينا البيت إيه؟ ولما سافرنا خارج المملكة جلست يمكن 4 شهور إيه؟ وجيت قالت أنا صرفت أنا عملت قلت وش اللي تبغين قالت أبغى مصروف أبغى قلت حاضر أبشر تدرين البيت هذا هولس أنبسطت وخذت البيت وفرغت نصيبي لها بعدها طلبت الخلع وتزوجت وتطلقت وأنا خارج المملكة لا ألمل أصغر مدة أنت تزوجت فيها كم ليلة واحدة ليلة وطلقتها على طول